سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناه عالم لبنى. اليوم جيت وجبت لكم واحد البسبوسه بالليمون، كتجي غزاله ومذاق رائع الصراحه البنات، كتستحق انكم تجربوها. المهم ما نطولش عليكم، نمشي ونشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. بسم الله. نحتاج جوج بيضات، نص كاس زيت، نص كاس سنيده حامضة صغيرة معصورة ما يعادل جوج معالق كبار تقريبا، جوج خمارات، شاسي فاني، قبيصة ديال الملح، جوج كيسان عنبة سميدة رقيقة، ونمزج المكونات مع بعضياتهم. كيف ما كتشوفوا الخليط جا ثقيل، غادي نضيفوا ليه كاس ديال البرتقال على هذا الشكل باش يولي القوام ديال العجين ديالنا خفيف. كيفما شفتوا معايا القوام ديالها تيجي خفيف باش البسبوسه ديالنا ناجحه 100% ان شاء الله. دابا ندهنوا المول ديالنا بالزبده وغادي نضيفوا ليه سميده رقيقه على هذا الشكل، ومن بعد غنضيفوا الخليط ديالنا وندخلوه الفرن، ونمشيو للمرحله الثانيه اللي هي السيرو، نوجدوه مع بعضياتنا. غادي نحتاجو كاس ديال البرتقال كبير، جوج كيسان عنبه سنيده، وغادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم حتى تذوب لينا السنيده، عاد نديروهم فوق النار. هاي البسبوسه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن غنقطعوها مربعات صغار وغنسقيوها بالسيرو اللي حضرنا، ونتلاقاو في النتيجه النهائيه.